يديه اليد فعلا فيه ممكن مرفق اليد والمرفق. كان عوينا قريب جدا من اللقطة وأعلن عن ضربة جزاء للمولودية. البداية ستلتهب وستلتهب المباراة الآن. عشود أمام صلعي، إن سجل عشود المولودية ستواصل المباراة بقوة، وإن تصدى صلعي ستكون الأفضلية البسيكولوجية لشباب بلداد. اختصاصي في ضربات الجزاء صلعي. طبعا الاختصاصي أمام الاختصاصي، عشود لا يضيع وصلعي يتصدى. لمن ستكون الكلمة والحرب النفسية بين اللاعبين؟ حشود لا ينظر إلى صلعي، وصلعي يقوم بحركات للتأثير على حشود. هي هكذا المباريات المحلية حتى في ضربات الجزاء، فيها الحكاية والعكاية. كيف ستبدأ حكاية هذا الديربي؟ تبدأ بضربة جزاء ضيعها لمولودية الجزائر. أين كان عقل حشود في هذه الضربة؟ ماذا كان يريد أن يفعل؟ أراد أن يسدد بقوة، أراد أن يبعد عن الزاوية 90 حتى لا يترك أي فرصة لصلعي. انظروا إلى وجوه أنصار المولودية، يخشون أن تتعطل المولودية من تأثير. حتى لا تتعطل المولودية وصلعي وكأن لا شيء حدث، لأنه هادئ. هاي الإعادة نظرة يا هشام، بعد عن الزاوية، ابتسم وكان الثقة كبيرة في النفس، ولكن تلك الثقة ضاعت بكرة فوق العارضة. قد التوازن، الكرة للشباب صعبة خطيرة، لا زالت الخطورة مع رياد. الشباب الآن اكتسب الثقة اللازمة، اكتسب الثقة اللازمة. وبالليلي، بالليلي سيدي بي، سيدي بي يسدد. هذه كرة القدم عشود يضيع وسيدي بي يسجل. من أين سدد سيدي بي؟ سدد من 30 متر ولا بانصار شباب الوزداد. يلعب المنعرج ويقول هذه قدمي. ليس أنت يا حشود فقط من تملك القدم اليمنى القوية، أنا أيضا أملكها. لذلك لن أترك لشوشي أي فرصة. شوشي لا أدري هل يحتج على نفسه أم على دفاعه. وصلعي ماذا يقول؟ صلعي يقول عودوا إلى أرضية الميدان، لا تحتفلوا الآن، أن المباراة لم تنتهي ولم تنتهي بعد. أي بداية وأي سيناريو في هذا الدربي كريبازا؟ يعني كرة القدم هذه عودتنا لما ما تسجلش يسجلوا عليك. أول تسديدة شو كريم خلاوة ومخرجه كان يعني حشو شوشي كان غطي نوعا ما من دفاعه، وأول تسديدة أول هدف لي كان في الإطار. سنستمتع، سنستمتع حتما اليوم بمباراة كبيرة. كيف هو حال كازوني يا هشام بعد هذا الهدف؟ مدهوش الآن، راح يقول لهم طلعت على الصح. حالة دهشة في من جديد الآن، راح يقول لهم طلعت على الصح. هاي القناة في تدخل. شكرا لكل زملائنا من الفرقة الرقمية، حتى حتى كريم ممكن حال الحكم تكبير الصورة يعني. لأنه لكل مجال منهم أصحاب الاختصاص. صلحي لا يتقبل الامر، يقول انه ما فيش ضربه جزاء. طاوسي يسال، هنا شاهدوا من زاويه اخرى في الاحتكاك موجود بين قدم دراو ودبي. هذه هيك العوده هذا اكثر شي من مره. شوف هنا كريم، شاهدوا هذه اللقطه، كان راح سويبع يسدد، لكن دوك جاء اللاعب درارجة، وهذا ممكن متعود مع بعد حشود ودرارجة اللي يسدد. بعد حشود ودرارجة اللي يسدد، وصلحي يريد ان يؤثر عليه بهذه القفزات. حذاري من صلحي كريم. صلحي رائع في ضربات الجزاء، ودرارجة ببرودة اعصاب. من سيتفوق؟ هل هي برودة اعصاب درارجة ام براءة صلحي؟ برودة اعصاب درارجة ام براءة صلحي؟ ودرارجة خايف فعلا، لأنه يدرك أمامه ماذا يفعل صلحي بهذه الضربات في العارضة، ماذا يفعل بالضربات؟ هنا 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 هنا، لأنه فيها فعلا تأثير. لا كان عطالو إنذار شفوي، قال باللي ما تلمش العارضة، هو زاد. لكن هل هو قانوني أم لا؟ هنا نتركوها كما قلت كريم للخبير التحكيم. قبل ذلك نشوفوا هشام على خط التماس مع الحكم الرابع، هل هذا قانوني أم لا؟ سألته عن من شوف هنا
المس كان انا شفته باللي اعطاه اندر شفوي خلو مثل ام لا هذا هو السؤال يعني. هذا هو السؤال صراحة لا اعرف ولم ارى مادة قانونية لا ان القانون ما على باليش لكن انا نكون كلمك كريم انه كان عطالو الانذار شفوي قالوا ما تلمس ولكن اشكال اكر هل كان قانون هل في قانون يمنع ما فيش قانون حسب محافظ سيد بن مجبر سيد بن مجبر سألته قال لي ما كاش قانون يمنع الحارس شوف هشام هشام سأسأل بوسكا هشام قول المحافظ اللقاء انه المس البطاقة المس على المراتين اللي المس العارضة الافقية يا اخي انا لم ارى هذا القانون ان شاء الله بوسكا يقول لي لما يلعب المهم ترارجو إلى الثنائية هذه المباراة ما لم يستطع يفعل عشود يفعل درجة في ضربة الجزاء وأي أجواء خيالية في المنعرج الجنوبي لملعب 5 جويلية تلتهب المدرجات بهدف ثالث في هذه المباراة الثاني لبلدية الجزائر درجة لم يتأثر بضربة العارضة ولم يتأثر بقوة وبراعة سددها كما يجب أن تسدد من دون أي فرصة لصالحه يعني كان تركيز كبير وتسديده كانت في يعني ممتازة وبطاقة صفراء لدرارجة بطاقة صفراء لدرارجة بسبب طريقة احتفاله هذا طريقة احتفاله ولمسه للجمهور هنا قانون واضح هنا قانون واضح يا هشام يمنع عليك انك تلمس الجمهور ولكن طريقة احتفاله لأنه راح عند الجمهور لم يلمس الجمهور ولكن قام بالوقوف على سياج الحاجز هنا فيه قوانين ولكن القانون العارضة اللي محيرني إلى حد الآن قانونيا بن مجبر يقول بأنه ليس هناك قانون يمنع الحارس من